الأمن من ضرورات الحياة، وأي مكان أو بلد لا يتوفر فيه الأمن فإنها لا تهنأ فيه الحياة ولا يهنأ فيه الرزق، فهو من أكبر نعم الله على عباده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لأهل مكة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من عليهم سبحانه وتعالى بإطعامهم من الجوع وتأمينهم من الخوف. فالرزق والأمن مقترنان دائما وأبدا، مما يذكرنا بأن الأمن من أكبر نعم الله علينا.